السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وبسعادة. تعالوا يا جماعة شوفونا واحنا بنعلق زينة رمضان. كان يوم طويل، فضلنا نعلق فيها حوالي يومين او 3 ايام عشان اصلا ما عندناش خبرة خالص. اللي كان بيعمل لنا الزينة كان جارنا الله يرحمه. كان كل ما يبقى صباح رمضان، يعني وقفة رمضان، كان بيفضل يعمل الزينة من بعد المغرب لحد بالليل خالص لحد السحور، وبيبقى صباح رمضان. بس السنة دي بقى الله يرحمه، ادعوا له كلكم بالرحمة. فقررت انا وجانا بقى نعمل زينة، بس قلنا مش هنعلقها في الشارع علشان مامته ما تبقاش زعلانة، فقلنا هنعلقها في الجنينة عندنا. فانا بقى اصلا ما بعرفش اعمل زينة خالص، ودي اول مرة. فجانا قالت لي تعالي انا هعلمك تعملي ازاي وساعديني. ما كنتش عارفة ان هي صعبة او كده، بس في الاخر خالص بقى اتقنتها. فالسنة الجاية برضو هعملها، فعرفت اعملها. جربت كذا مرة كده، كانت صعبة بالنسبة لي، وبعد كده عرفت ان انا اعملها. احنا اشتريناها كده اللي هي الزينة اللي هي بالكيلو، واشترينا الفتل، فربطنا فتلة من هنا ومن هنا، يعني من الناحية التانية. وبعدين تبدأوا ان انتوا تعملوها، كل ما تخلصوا عقد فتروحوا جايين حاطينه كده في الارض وعاملين عقد غيره. جنة هي اللي كانت بتعلمنا، وتوتا كانت بتساعدنا برضو، بس مش قوي، ما كانش لها مزاج. دي يا جماعه قبل رمضان بيوم، يعني كان صباح وقفه رمضان، فقلنا نعملها اهو. فعملنا كذا عقد زي ما انتم شايفين. اول عقد عملناه كان ايه، كان الدنيا لسه نهار زي ما انتم شفتوا كده، بس كان ورانا حاجات ان احنا هنخرج وهنشتري حاجات من بره. فقلنا ايه، وكنا كمان هنتغدى. فانا ندعت الجنه وقلت طب تعالى ناكل الاول نتغدى، وبعد كده نبقى نكمل بالليل ونسهر نعملها براحتنا. وكده كده كان فاضل على رمضان يوم. فشوفوا كده بقى ايه، خلصنا الزينة بالليل اهو، يعني خرجنا جبنا حاجتنا اللي احنا عايزينها وتغدينا، وجينا برضو قعدنا نكمل في الزينة زي ما انتم شايفين، ورصيناها كلها كده جنب بعض عشان ما تقفش في بعض. عملنا كتير جدا، احنا كنا شارين 1.5 كيلو زينة سايبة وفاض منها كمان، يعني عملت كذا عقد طويل. وهوريكم احنا هنعلقها فين. دي الجنينة بتاعتنا، بس احنا شيلنا الزرع اللي فيها كله، هنعمل زرع تاني. بصوا بقى احنا ده تاني يوم، هسيبكم بقى مع جنة. بصوا جنة قعدنا ندق في المسمار، يعني مش عايزة اقول لكم ساعة، يعني اكون يعني بأفور. قعدنا ندق في المسمار كتير جدا، مش عارفين ندقه، ما عندناش خبرة خالص ان احنا نعلق زينة وان احنا ندق مسامير. خدت مننا وقت، كل ما ندق مسمار يطير او يعمل مننا. فانا كنت خايفة على جنة اصلا ان تدق على ايديها، وانا كمان خدت من جنة الشاكوش والمسمار، مكنتش عارفة ادق خالص، كل شوية يطير. فتعالوا مع بعض نشوف كده. بصوا دي الجنينة بتاعتنا اهي من تحت، احنا كنا بنعلق في الدور التاني، وهوريكم شكلها برضو بعد ما اتعلقت. احنا فضلنا نعلق فيها يومين ونص. بصوا عاملة ازاي، بصوا جنة بقى اخيرا دقت مسمار واحد بس، وانا دقيت يجي 3 مسامير. هنا بقى كنا ايه، خلصنا المسامير فوق، بس قعدنا فترة طويلة ندق فيها. فكان عندي ايه، فكرت قلت بدل ما ناخد الزينة فوق وتتبهدل كل على بعض، لقيت عندي ماسورة بتاعت ستارة قديمة، عندي كذا ماسورة كده طويلة. فقلت بقى ايه اربطها كده وناول الجنة من فوق من الدور التاني. الجنة احنا كنا واقفين فوق وانا وتوتة تحت، فبس لقينا مفاجأة بقى ان الهوا طير زينة كلها على بعض ومسكت في بعض. يعني العقد ده بقى مع ده مع ده، وبصراحة برضو خدت وقت، مش عارفة كانت كان في ايه بالظبط، كان في حاجة غلط في السيستم بتاعنا. ف جبنا اول عقد اهو، ركبته ونولته زي ما انتوا شفتوا بالماسورة، ولقيت الزينة كلها متلخبطة على بعض، فقعدت افكك فيها وبالصبر كده. خدت مني وقت، بس ايه قدرت ان انا برضو افككم عن بعض من غير ما اقطع اي عقد، يعني مفيش ولا عقد اتقطع. خليت توتا تيجي كده تمسك قصادي، ونرفع وننزل، اكن كده عقد كده ماسك في بعضه، وقدرنا ان احنا نفصل كل عقد كده لوحده. بس خدت مننا وقت يعني. وانا وجدنا اتطحنا، كان يومها الجو كان ايه، كان حرر شويه قبل رمضان كده، اليومين اللي قبل رمضان كان الجو حرر شويه. ففضلت احاول مع الزينه زي ما انتم شايفين اهو، كلها عملت مسكت في بعض لحد ما ايه، ما ظبطتها يعني. وانا وجدنا واحده واحده كده فضلنا اناولها بالماسوره ونعلق. ودي كانت اول مره اعلق فيها زينه،
وان شاء الله مش هتبقى اخر مره بقى. انا عرفت بقى كده خلاص. بصوا علقناها فوق اهي زي ما شايفين. كان نفسي اجيب لكم المنظر من فوق بس ما قدرتش اطلع فوق تاني، تعبت. علقناها في الجنينه بتاعتنا. بصراحه المنظر كان جامد، كان حلو كده. بقى فاضل كام عقد كده برضو كنت بنولهم للجنه، والجنه نزلت تحت برضو يعني، طلعت على السلم ده عشان تعمل في السور بتاع الجنينه. بعد كده بقى مع ما خلصنا الزينه ما احنا خلصنا تعليق الزينه بقى، كانت الجنينه فوضى وكلها مكان الزينه ورق طاير وتراب ومش مسامير ومش عارفه ايه. فقلت بقى انضفها كده عشان نستقبل رمضان بجنينه نظيفه وحاجه كده جامده. فمسكت الجنينه كلها نضفتها. انا عارفه ان هي شكلها مش جنينه بس هي حلو كده. لما كان فيها زرع كانت حلوه قوي، بس كان ما في مشكله الزرع اللي كان عندنا في انه كان يعني شجر كبير ضخم فمغطي على الشارع، وكان بيعمل مشاكل في الشارع وبنوقف العربيه فجيراننا الاطفال في الشارع كانوا بيحدفوا على الشجر طوب فبيجي على العربيه. فقلنا نزرع بقى اي حاجات بسيطه كده بلاش الشجر الضخم، فشلنا كل الشجر اللي في الجنينه. وان شاء الله هنعمل فيه زرع جامد وهنشاركه برضو واحنا بنزرع فيها. هنعمل احواض كده فيها، هعمل فيها كده احواض ناحيه الشارع كده، وهزرع الجنينه كبيره على فكره بس في التصوير باينه ان هي صغيره. فانا عايزه استغلها واعمل فيها حاجه كويسه. انا كنت حاطه فيها اصلا ترابيزه وفيها كراسي بس شلتها منها، وشويه كنت حاطه فيها العاب. شلت كل الحاجات دي كلها وخليتها كده فريش كده، فقلت عشان في رمضان نبقى نفطر فيها يوم، افرش فيها كده سجاده ونقعد نفطر فيها. وكمان بنشوي فيها، هي كبيره زي ما قلت لكم بس مش باينه ان هي كبيره. فان شاء الله برضو هنزرعها. انا عايزه اعمل فيها تكعيبه عنب على الحته بتاعت التسقيفه بتاعت العربيه دي، عايزه اعمل فيها تكعيبه عنب. فانا هسال على الموضوع ده واشوف العنب اللي هو متسلق ده واعمله علشان يعمل كده يضلل على العربيه برضو وكده. وهزرع ناحيه الشمال ان شاء الله باذن الله، وهشارككم معايا برضو. وكل سنه وانتم طيبين. ده يعتبر اول فيديو ليا على القناه بتاعتي، قناه جديده، قناه عائله جنه وطوطه. زي ما انتم عارفين ان هي سرقت الادسنس بتاعها السرق، بس انا بشكر ربنا وبحمده الحمد لله ان هي جت في القناه ما جتش في حاجه تانية، الحمد لله. بصوا يا جماعه دي الكوبايات الجديده اللي انا جبتها لرمضان، جايباها مخصوص لرمضان. هنزلكم الفيديو بتاعت مشترياتي لرمضان. رحت بقى جبت كوبايات بلاستيك كمان عشان الميه، وجبت كوبايات دي. بحب كل رمضان لازم اجيب كوبايات جديده لازم يعني، وجبت حله جديده وجبت حاجات جديده. فخليكم معايا في تحضيرات رمضان، وهحول فرش البيت كله رمضان. وتعالوا شوفوني انا عملته ازاي، ان انا اللي عاملاه على ايدي يعني مش شارياه جاهز. فخليكم معايا وشوفونا انا عملته ازاي في الحلقه الجايه ان شاء الله. وهخرج هوريكم انا لما خرجت واشتريت الحاجات بتاعه رمضان وعلقت زينه رمضان في البيت. خليكم معايا.